مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل نجدد لكم التحية، وها هي انطلاقتنا هنا السادسة تمت بعون من الله تعالى وتوفيقه، شوطنا السادس والخاص بانطلاقة وتحديات الزمول هنا وهجن أصحاب السمو الشيوخ على أرضية هذا الميدان والثمانية كيلومترات المسافة الماراثونية التي نتابعها بانطلاقات هذا الصباح مع هجن أصحاب السمو الشيوخ. نصير معكم إلى الانطلاق، نتابع الصدارة، نتابع شاهين هجن العاصفة من يفتتح الصدارة والمركز الأول هنا على المرق الدماء وعلى الصدارة بقيادة غياث الهلالي، بينما مبلش المنطلق على المركز الثاني هنا بهذه الانطلاقة والتحدي هنا لسمو الشيخ. هنا أيضا انهيان بذياب سيب محمد انهيان مع صادق فضل الأمين، وعلى المركز الثالث المنطلق من الجانب الآخر سلهود هنا يأتينا بهذه الانطلاقة والتحدي، ولكن التسلل من شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي، ومن الجانب الآخر يأتي مليح هنا بهذه الانطلاقة والأداء الجميل مليح لهجن سيع السلام بمتابعة مبارك بن محمد بن عيسى المطيوعي وسلهود المنطلق على المركز الخامس، ثم الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع طارش بن مبارك بالقوبع في تضمير من يأتينا هنا بهذه الانطلاقة والأداء المميز. شاهين هنا على المركز السادس، شاهين على المركز السادس بمتابعة هنا وانطلاقة غياث الهلالي، هنا هجن العاصفة المنطلقة، بينما سابع المراكز يأتينا هنا هذه الانطلاقة على سابع المراكز والمنطلق بهذه التحديات هنا والإثارة الجميلة والقادمة، انطلاقة الجذاب بن هجن سيح السلام وخالد بن المر بن حلوة لقتبي في تضميره، هناك ياتي سلهود لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راهل بن سعيد مكتوم وطارش بن مبارك بالقوبة في تضميره، من ينطلق هذه الانطلاقة ثامنا وتاسع مراكزنا ياتي زعفران من هجن سيح السلام بمتابعة سعيد بن سالم لنيبي من ياتي على المركز التاسع. هذه هي الأسماء التسعة المنطلقة بتحديات هذا الشوط. لنا عودة مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، لنا عودة إلى المقدمة وإلى المركز الأول والصدارة هنا في انطلاقات وتحديات هذا الشوط. شاهين المنطلق على الصدارة وعلى المركز الأول من هجن العاصفة مع غياث الهلالي، يلي كذلك شاهين هجن العاصفة وغياث الهلالي في المتابعة، بينما من الجانب الآخر مبلش مشق نهيان بذياب السيب محمد النهيان مع الصادق فضل الأمين يأتينا على المركز الثالث وعلى المركز الرابع. المركز الرابع هناك سلهود من الجانب الآخر، سلهود على المركز الرابع لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع في تضمير، من ينطلق على رابع المراكز، وفي المركز الخامس هنا يأتي مليح لهجن سيح السلام بمتابعة المضمر، هنا أيضا مبارك بن محمد بن عيسى المطيوعي من ينطلق على المركز الخامس وسادس المراكز. شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي من يأتي سادسا، المركز السابع، المركز السابع والمنطلق على سابع المراكز سلهود هنا القادم، ثم الشيخ مكتوم بن محمد بن راهل بن سعيد المكتوم مع طارش بن مبارك بالقوبع في تضمير، من ينطلق هنا على سابع المراكز، وفي المركز الثامن زعفران المتسلل من هجن سيح السلام مع العنيد سعيد بن سالم لنيبي من يتابعه هنا، وتاسع المراكز يأتي الجذاب من هجن سيح السلام كذلك بمتابعة خالد بن المر بن حلوة لقتبي من يأتي على المركز التاسع. هذه هي النتيجة للمراكز التسعة الأولى التي نتابعها، ولنا
عودة مشاهدينا الكرام، لنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا وتحدياته. هنا لازال شاهين على الصدارة وعلى المركز الأول، هجن العاصفة مع غياث الهلالي كذلك بمعيته شاهين من الجانب الآخر، هجن العاصفة وغياث الهلالي أيضا في التضمير، بينما المتسلل سلهود من الجانب الآخر لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وعمود أمور الشرق الأوسط طارش بن مبارك بالقبع، من يتابع للانطلاق هنا والتحدي الجميل، بينما شاهين المنطلق على المركز الرابع، هجن العاصفة مع غياث الهلالي القادم، مبلش القادم هنا انطلاقته سيمون الشيخ نهيان بذياب السيب بن محمد آل نهيان مع الصادق فضل الأمين، ويأتينا على المركز السادس مليح هذه الانطلاقة هنا والتحدي لهجن سيح السلام بمتابعة مبارك بن عيسى المطيوعي، مبارك بن محمد بن عيسى المطيوعي من يتابع في هذه الانطلاقة، وهنا القادم سلهود القادم على المركز السابع لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راهد بن سعود المكتوم، وكذلك مضمر الشرق الأوسط طارش بن مبارك هنا أيضا في تضمير من يتابعه هنا بانطلاقاته وتحدياته، بينما القدوم هنا من زعفران القادم بهذه الانطلاقة وتحدي هنا، ومنتصف المسافة غادرناها هنا أيضا ب6 دقائق 49 ثانية لمجريات هذا الشوط، زعفران لسمو الشيخ الهجن سيح السلام عفوا بمتابعة العنيد سعيد وسالم اللي نيبي في تضميره، وهناك يأتينا الجذاب تاسعا لهجن سيح السلام مع المضمر خالد بن المر بن حلوى لاكتبي، هذه هي التسعة المراكز الأولى، التسعة الأسماء المذاعة، ونعود مشاهدينا ومتابعينا الكرام مستمعينا الأفاضل من تتابعوننا عبر دبي ريسينج الناقلة لهذا الحدث هنا من أرضية هنا هذا الميدان، تحفة ميادين السباق ميدان المرموم، هنا لنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى شاهين على المقدمة والمركز الأول، هجن العاصفة مع غياث الهلالي لا زال مسيطرا على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول، المركز الثاني يأتينا هناك شاهين آخر أيضا من هجن العاصفة مع غياث الهلالي من ينتهي على المركز الثاني، وثالثا كذلك شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي، وعلى المركز الرابع المتسلل مبلش لسمو الشيخ نهيان بذياب السيب بن محمد آل نهيان مع الصادق فضل الأميني، وعلى المركز الخامس سلهود على المركز الخامس لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة طارش بن مبارك بالقوبع، من يأتينا خامسا سادس مراكزنا هنا يأتي مليح لهجن سيح السلام بمتابعة مبارك بن محمد بن عيسى المطيوعي، وعلى المركز السابع سلهود من الجانب الآخر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعود المكتوم مع طارش بن مبارك بالقبع في تضمير زعفران القادم لهجن سيح السلام هنا للانطلاق والأداء المميز مع سعيد بسالم لينيبي والجذاب، هناك من هجن سيح السلام مع خالد بن المر بن حلوة لاكتبي كذلك يتواجد المنعطف الأخير هنا لهذا المضمار، ومضمار 8 كيلومترات وحزام الغابات التي هنا أيضا نتابعها على اليمين، والصدارة مع شاهين على المقدمة وعلى المركز الأول، وصدارة هذا الشوط هنا شاهين من هجن العاصفة مع غياث الهلالي على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني
مبلش القادم على المركز الثاني في هذه الانطلاقة، وهذا الأداء الجميل لسمو الشيخ نهيان بالذيابسي بن محمد النهيان مع الصادق فضل الأمين، ثالثا شاهين، رابعا شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي. هنا المركز الخامس، المركز الخامس سلهود على خامس المراكز لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم مع طارش بن مبارك بالقوبعة. هنا بعد اثنين كيلومترات والخط المستقيم إلى المنصة الرئيسية، هنا خماسية جميلة نتابعها، هنا نعود إلى الصدارة، نكتفي بهذا القدر من الخمسة الأسماء المتواجدة. نتابع صدارة هذا الشوط، نتابع شاهين لا زال مسيطر على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول هو الصدارة. هنا شاهين اجنى العاصفة مع غياث الهلالي على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول، أينما مبلش على المركز الثاني، مبلش على المركز الثاني سمو الشيخ نهيان بالذيابسي بن محمد النهيان مع الصادق فضل الأمين وشاهين القادم هجن العاصفة، وكذلك شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي وعلى المركز الخامس المنطلق. هنا سلهود على خامس المراكز انطلاقتي وتحدي سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع طارش بن مبارك بالقوبع في التضمير. وهنا نعود، الله الله، هنا خماسية، خماسية جميلة. نقترب متابعينا الكرام مستمعينا الأفاضل ومن تشاهدوننا أمام الشاشات إلى الكيلومتر الأخير، هو شاهين المسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المقدمة، هجن العاصفة مع غياث الهلالي المنطلق على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما مبلش على المركز الثاني. مبلش ياتينا على ثاني المراكز سمو الشيخ نهيان بالذيابسي بن محمد آل نهيان مع الصادق فضل الأمين، وهنا شاهين القادم، وكذلك شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلولي. الله الله، سلهود هنا كذلك خامسا، هنا سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راهب بن سعيد مكتوم وطارح بن مبارك بالقوبع، ولكن هنا التحديات، وهنا هو الصدارة، ولكن شاهين من البداية وهو على رأس حربة هذا الشوط، يبغي النقطة الخامسة لهجن العاصفة في سباق هذا الصباح. هنا هو الرقص مع الكبار، ويحلو الرقص مع الكبار دائما وأبدا، وها هو شاهين التهدون على الصدارة وعلى المركز الأول، هنا معلنا الفوز، معلنا الناموس. تهانينا لهجن العاصفة على هذا التألق الصباحي وفي صباح هذا اليوم، هنا مع انطلاقة وتحديات شاهين ولحظة وصوله واقترابه من خط نهاية. تهانينا لهجن العاصفة على هذا الفوز المميز. شكرا غياث الهلالي المركز الثاني. مبلش انحل على المركز الثاني لسمو الشيخ نهيان بالذيابسي بن محمد النهيان، المركز الثالث شاهين هجن العاصفة، المركز الرابع سلهود سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم، وعلى المركز الخامس شاهين من هجن العاصفة. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى التي تابعناها لنا عودة مع مخرجنا أيضا هنا، وتحديات هذا الشوط، وهنا توقيت الزمن ولحظة الوصول، هنا أيضا 3:29 وثلاثة من الأجزاء من الثانية. تهانينا هجن العاصفة، تهانينا غياث الهلالي. هنا يأتينا أيضا 3:29 خمسة من الأجزاء من الثانية توقيته. هنا أيضا مبلش سمو الشيخ نهيان بالذيابسي بن محمد النهيان مع صادق فضل الأمين، شاهين من حل ثالثا من هجر العاصفة مع غياث الهلالي، قاطعا مسافة 8 كيلومترات في 3:34 جزئين من الثانية. تهانينا والناموس، تهانينا للجميع.